السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها السيدات والسادة، نرحب بكم جميعا ونحيي فيكم روح الوطنية والتفاني وشعوركم بالمسؤولية تجاه وطنكم الغالي، ومشاركتكم بالحضور هي أبلغ دليل على حرصكم واهتمامكم بألام الوطن وجرح عاصمتنا الحبيبة التي تنزف من جراء الترهيب وترويع الآمنين. إن ما يجري اليوم وما كان يجري بالأمس والأحداث المتوالية على وطننا بغية زعزعة أمنه واستقراره وإدخاله في نفق مظلم، مما تسبب في تمزيق نسيجه الاجتماعي وزرع روح الكراهية بين أبناء الوطن الواحد، هي خير دليل على ما نشاهده اليوم من دمار وتخريب وقتل وتشريد وتهجير للأهالي الآمنين. كانت كل زاوية في طرابلس قصة فرح لكل قرية ومدينة، فصارت قصة معاناة نازحين ومهجرين لكل قرية ومدينة في الشرق والغرب والجنوب. هي حملت هم كل الوطن، ولكن من يحمل همها وهي تستغيث وتناشد أبناؤها لنجدتها وخلاصها من براثن الغدر والمؤامرة. فتحية لأولئك الفرسان المرابطين الآن في الجبهات الذين حبوا الدفاع عنها وعن كل الوطن. نبدأ هذه الندوة ومحاورها مع المحور الأول، حقائق وبراهين لجرائم الحرب على العاصمة وكيفية ملاحقة مرتكبيها وفق القانون المحلي والدولي. وعلينا أن ننظر لهذا الاعتداء والعدوان أنه عدوان على ليبيا كلها، على كل أحرار ليبيا وعلى كل من يؤمنون بمبادئ 2011، مبادئ ثورة 17 النبيلة والشريفة. وبالتالي أفضل أن يكون يعني بهذه المرحلة التاريخية الآن بعد 157 أو 158 يوم أن نكون قد استدركنا حجم التحدي. التحدي هو لمعسكر الحرية والدولة المدنية الديمقراطية، وليس الحقيقة اعتداء على عاصمة العربي أو الإقليمي بشكل عام، يعني دولي أو عربي. لذلك يجب يكون هناك فوكس، يكون هناك تركيز الحقيقة على أن معركتنا هي ليست معركة على العاصمة. العاصمة هي العنوان صحيح. الجزئية الثانية اللي نلقي الضوء عليها الحقيقة هي ما يتعلق هل نحن في حاجة الحقيقة أن نثبت لأحد أن هناك عدوان؟ هل نحن في حاجة أن نثبت إلى أي أحد الحقيقة، ما بالك لأنفسنا، أن هناك اعتداءات على كل المؤسسات المدنية والإنسانية؟ يعني تحدث ولا حجر ولا حرج، يعني لم يترك مكان إلا وقام هذا المجرم بالاعتداء عليه. استوى إعلان الدستورية كلها مخالفات بالتأكيد تمس يعني مشاكل واعتداء على حقوق الإنسان، على القانون الإنساني أيضا. بالتالي يعني هي بالإمكان تصنيفها بكل أريحية. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. طبعا في إطار اللي هو التفاعل ما بين مكونات المجتمع الليبي، أبطال في محاور القتال وأبطال آخرون في مجال المدني والمجال المجتمعي، فهذه الخطوة يعني ضمن الأعمال التي يعني يحاول من خلالها منظمو هذه الندوة تسليط الضوء على العدوان البربري القاشم الذي يعني نظمه أو تجرأ على عموم الشعب الليبي بتنظيمه أو بالإقدام عليه مجرم الحرب حفتر ومن يعينه من الداخل ومن الخارج أيضا، كسرا وحربا وقفا لأمال وطموح، قتلت أمال وطموح الشعب الليبي بأن يبني دولة مدنية، دولة سلم، دولة أمان. هذه الأمال وهذه الطموح عاشها بكل أحاسيسه وبكل مشاعره خلال سنوات التحرير وما بعد التحرير. في هذا اليوم سيتم تغطية اللي هو أثار العدوان، أبعاده، أثارها الاجتماعية، الأثار النفسية، أيضا ما تسببت به هذا الحرب من أزمات على المواطن الليبي الكادح الذي كما قلت يأمل بأن يعيش في رخاء، في خيرات، في ظل الخيرات التي ينعم بها هذا الوطن. هذا العدوان للأسف يعني دمر كل هذه الأمال وكل هذه الطموحات. هذه الندوة سيتم تغطية أيضا تفاعل المنظومة الدولية التي من الواجب ومن المفروض أن هي تلعب دور
الدعم للشعب الليبي لكي تعينه على بناء دولته. اليوم سيتم تغطية كيف قامت أو كيف ما هو الدور الذي قامت به البعثة الأممية في ظل الاتفاق المبرم معها في سبتمبر 2011، هل فعلا قدمت الدعم كما يجب أم أنها لعبت أدوار أخرى وفي اتجاهات أخرى في محور من ضمن المحاور التي سيتم اللي هو تغطيته. أيضا المتابعة القانونية التي من المفروض نحن كشعب ليبي من المفروض أن نلتزم وأن نقوم به تضافرا أو تعاونا مع ثوارنا ومع شبابنا ومع رجالنا وإخواننا في الجبهات الذين يدودون ويقدمون أغلى ما لديهم لكي يحافظوا على ما تم يعني ما تم قطافه خلال السنوات الماضية. يشوهون أموالنا بالطابور الخامس المزعج الذي لم يتحصل على تربية طيبة من أهله. أهبل هذه القضية الخطيرة، قضية يعني كان في عصر المملكة ابتداء كانت هناك قوانين نقحت من رجال راقيين ليبيين وغيرهم استعانوا حتى بأساتذة واهتموا بمسألة من يدخل كلية الحقوق لأنه سوف يخرج قاضي، من يدخل إلى كلية العلوم السياسية ينقح، لا يدخل أي أحد من هب ودب بأنه سوف يلج وزارة الخارجية وسيكون سيمثلنا. نحن نرى المأساة في وزارة خارجية بالذات في وزارة خارجيتنا الآن والطائرات المسيرة، ويطلب أولادنا كل يوم. أنا كأب ليس كثائر وكوطني فقط، ولكن كل يوم نتوجع ونتألم عندما نستمع إلى الأخبار، 5 من ملوت، 10 من مصراتة، 3 من الزاوية، 6 من زوارة، يومياً يقتلون أولادنا وكأنهم دجاج. أي كلام، أي هراء هذا؟ وقول لك لا حفتر، لابد أمر وقع ولابد أن تقبل في الحوار ولابد أن يجلس على الطاولة. يجينا غسان سلام يقول لك لا هذا رقم، ويجي الفرنسيس يقول هذا رقم، قال وزير خارجية فرنسا يا إخواننا قال حفتر ليس نبتا شيطانيا ولم ينزل من الفضاء، هذا ضابط ليبي والى اخره، ونحن نعرف تاريخه وكذا. اذا هذه النقطه الاولى.